أزول في اللون. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر السلطات المحلية والجمهورية الجزائرية على حرية الفكر وتوحيد الأمة، كما أشكر المحافظة الوطنية للغة الأمازيغية التي أتاحت لنا هذه الفرصة. إذن إخواني وأخواتي، اسمعوا وعوا، وأطلب منكم المعذرة لأنني لا أعبر باللغة الفرنسية ولا أجيدها مثلكم، وسأتكلم باللغة العامية المترفعة واللغة الفصحى المتواضعة حتى تكون لفهم الجميع. إذن سأشرع في الكلام بطاقة التعريف هذه باللغة العربية وباللغة الفرنسية وبياس بيدونتيتي وباللغة الأمازيغية النكوة النكوة. كل الجزائريين يقولون النكوة، وعجبت للعديد من الجزائريين الذين يتنكرون لأنفسهم ولأصالتهم وتاريخهم. ومن 1970 ولد عندي مولود سميتو ماسينيسا. مشيت الضامرين تاع وهران باش نسجلو. المدير تاع الحالة المدنية قال لي هذا الاسم راجل ولا امراة؟ قلت له رجل. كيفاش نكتب في ذاك الوقت غير الفرنسوية، ما كانش العربية. كتبت له بالفرنسوية ماسينيسا. بون سي ماسينيسا دو ليستوار وي. إضاء انسكري وعطاني لو نيميرو دو ليكسا ديسانس ومشيت. لو لوندونا جي روسي اون كونفوكاسيون دو سيرفيس ديتا سيفيل. مشيت حتى لقيت تما الجدارمية بلي ما نوض والكارطاب. واش كاين يا سيدي؟ إل ما دي سي بور شونجي لو برانون دو بيبي. بوركوا؟ إل ما دي هذا الاسم راه ممنوع. ممنوع لماذا؟ ممنوع بأمر الدولة. من فضلك اعطني التوقيف، اعطني ضريتي. قال لي ضريتي ما عنديش. اذا كيفاش؟ الي انتردي فيربالمون كوم سا. المدير يقول لما لا، اذا انت تريد ان تمنعني. قال لي لا، يلزم تبدلو. قلت له ما بدلوش. تكلموا لي جندار قالوا تبدلو. قلت لهم ايها السادات، انتم عسكريين وانا مدني، والكلام نتاعي مع رئيس الحالة المدنية، ما عندي حتى كلام معكم. قالوا لي حتى نتبدل. قلت لهم لا، حتى المرأة نتاعي ماهيش مرتي. أروحوا للدار وديوها. ضحكوا. لو ديريكتور دي باسيفيل مادي مسيو لا بروميير فوا قبلته وسجلته. جي اونفوايي لو كاس جوديسيار دو بيبي او تريبينال. Il a été refusé par ordre de M. le procureur de la République. Alors, le procureur s'est dit, le procureur Mohamed Doubna, Rahmazal Ala Khaydi Hayat. Je suis dit, je voudrais avoir le procureur du service du jour. Il m'a dit, c'est monsieur Tchelabi. Appelez un de monsieur Tchelabi. Dites-nous le Brian Tardamir. Il ne peut pas accepter. L'imada, il m'a dit, ce n'est pas un prénom algérien. Je lui ai dit, monsieur le procureur, c'est un prénom algérien et nord-africain. Il m'a dit, prouve-moi. J'ai eu dit, monsieur le procureur, regardez le dictionnaire. Il m'a dit, je veux rien savoir avec un dictionnaire langue française. Je voudrais un dictionnaire arabe. Hatto bhump, tabda, wadrab. Yeddu, htafaru, l'aqliba, l'sana. Koutou, il a dit, Sayyidi, les madhala, t'stakhir, anamaka qanous, l'loua arabia. Innaka ta'amalu bi qanous, l'loua francia, wa lama ra'aytani, wada'tahu, janiban. Il s'est bloqué. Quand vous voulez qu'il y ait le CSR, il y a un peu de temps. Qu'est-ce que ça se nous a fait?
مشيت للضريب وحوصت القاموس العربي ما لقيتش الاسم ماسينيسا. لماذا؟ خدموه لي بير بلون نتاع لبنان ومتفقين مع فرنسا باش الاسم نتاع التاريخ الجزائري يرموه. ضربت راسي حبقت ضربت راسي بجوج بنيات. من بعد مشيت لقسم التاريخ وتناولت ثلاثة نتاع الكتب. نلقى في كل كتاب في الصفحة الأولى ماسينيسا. الحمد لله رب العالمين تهنيت. ديت الكتب ومشيت. لقيت البروكيور فوالا مسيو البروكيور دار بيبليك. جو كوا كي تو بروف سيفيزون كو لو برينو دو ماسينيسا إيت أن برينو ألجيريان إي نور أفريكان. D'après les œuvres de messieurs tel et tel et tel, ces livres ont signé dans des écoles d'Algérie et ordonné par le ministère de l'Éducation nationale. Firak l'Ouakta Abdelrahman Ben Hamida. On le Koutoub, Saha. Mais je ne peux pas accepter ou refuser tout seul. Il y a des gens qui procureurs ont fait le téléphone. Le procureur Flan, le procureur Flan, le procureur Flan. Où j'ai fait ça. زادوا معاهم جغرافية حتى تلقاو في 13 واحد ضدي أنا. لماذا؟ اتخذوا مني عدوا وأنا لست عدو. إننا أقول الحقيقة وأطلب الأصالة نتاع الأمة. كان الرئيس عبد الحميد بن شهيد الله يرحمه أعطى له هذوك الكتب شاف أعطاهم لواحد آخر. الانسان اللي رفض الاسم نتاع ماسينيسا قال نعم رانا عارفين بلي هذا الاسم اسم جزائري ولكن اسم كان قبل الاسلام واليوم رانا عرب ومسلمين. قلت له لماذا يا سيدي الاسم اللي كان قبل الاسلام لا يسمى؟ قال لي لا يسمى. والاسم نتاع ابراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب الى اخره. قال لي لا على خاطر هذوك انبياء ومرسلين بالنيه. والاسم تاع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير الى اخره. قال لي هذوك عندما جاء الاسلام اسلموا. قلت له حتى ماسينيسا لو عاش في عصر الاسلام لا اسلم. سكت. تكلم لي واحد اخر اسمه تشلبي. وتشلبي ماشي اسم جزائري اسم كردي. قال لي احنا لي بروكيور منعوا ناس باش ما يسميوش الاسامي نتاعهم الاسامي نتاع الحيوان. قلت يا سيدي الاسامي نتاع الحيوان موجودين عند العرب في الجاهليه وفي عصر الاسلام. زينب بنت جحش ام المؤمنين زوجة الرسول وكذا وكذا وكذا. قلت له اليوم عندنا ابو بقره وعندنا ابو معزه وعندنا ذيب وعندنا السبع. اسكت. واحد اخر قال لي حنايا لي بروكيور منعوا الناس باش ما يسميوش الاسامي نتاع ولادهم على الودان والغابات والحجاره. قلت يا سيدي انا انسان واعي ونقرا القران العظيم ولا يمكن باش نسمي اسم ولدي على الاسم نتاع الغابه ولا الواد ولا الحجره. ولكن معقول لو كان نسمي؟ قال لي لماذا؟ قلت له كان نسمي جرجر ولا حزر ولا قلدمان ولا بوزكزا ولا فلوسن. هذو أسامي نتاع رجال حاربوا الاستعمار الفينيقي والروماني وسقطوا شهداء في هذاك الموضع وسموا عليهم نضاضع. شأننا اليوم في هذا الاستقلال نسميو الجامعات والساحات العمومية والتجمعات السكنية على الأسامي نتاع المجاهدين. جا ساكت. واحد آخر يحاربني بالدين يحسبني ما نعرفش الدين. قال صلى الله عليه وسلم اختاروا لأولادكم أسماء واختاروا لأولادكم أخوادا. قلت له نعم. قال لي وانت ما لقيت حتى اسم للتخيار حتى غيرت ماسينيسا. اسمحي لي راني جاوزت الوقت. قلت له يا سيدي نعم. قال لي لماذا؟ قلت له يا سيدي من نهار اللي كانت في عمري 18 سنة وأنا مجنون وبأمور الأمة مفتون قلت يا ربي لو تكرمني بولد رجل ذكر تنسمي باسم الإنسان الأول موحد الأمة ومحارب الأعداء ومحرر البلاد. إذن هو ماسينيسا.
أوفيت بعهودي بيني وبين ربي ثم بيني وبين نفسي. Il m'a dit, non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. En vérité, je suis bien placé pour savoir pourquoi vous avez choisi ce prénom. أنت تقول البربر وأنا أقول الأمازيغية. وإذا كان في قانون العدالة فيما بين البشرية مادة تمنع الإنسان الأمازيغي باش ما يوضحش اسمه مثل الإنسان العربي والفرنسي كأي إنسان في الوجود، إذا ما كانت هذه المادة موجودة أعطيوها لي نسجلها باش نشكي على حقوق المشروعة للذين وضعوا التاريخ فيما بين البشرية. سعليل فداس نسوس ميل وقدر صوت أمزون بالموت، فسقط عليهم السكوت والصمت كأنه الموت، ولو طارت الوبة لسمعتم طنينها. أيها السادة، أنا في انتظار الجواب. ذكرتهم دمرتهم. تكلم لي الأستاذ الله يرحمه الرئيس نتاعهم عبد الحميد بن شيبة، قال ما كان حتى قانون تاع العدالة اللي يمنع هذا الشيء. يا سادات، وعلاش عليكم هذا الشيء؟ كي تجيبوا هذا السيد وتقابلوه علاش هذا الشيء؟ قلت يا سيدي، إذا ما كانش حاجة تمنع كاين السياسة تمنع، فإذا ما دخلت السياسة إلى المحكمة سقطت الشريعة والحقوق والعدالة. شد هذيك لا دوموند نتاعي أمضاها وقبلها. رجعت لاميري هذاك الموظف اللي سمى ناسي نيسا داروا له ميزابية رواجور، كي شافني بغا يبكي. يا سي محمد واش هذا؟ قلت له صايب بغا ينقولها، وجا هذيك لا دوموند يرقص بها. شت قلت لك. هذا هو، انتهى كلامي والسلام عليكم.